أغرب ناطحة سحاب في العالم. المبنى ده موجود في نيويورك ويعتبر واحد من أغرب ناطحات السحاب في العالم. ارتفاعه حوالي 167 متر في 29 دور، بس ما فيهوش أي شبابيك أو أي فتحات، وما فيهوش أي إضاءة خارجية بالليل، ولونه رمادي موحش جدا، وما فيهوش أي لمسات جمالية في الواجهة الرئيسية. ومع ذلك المبنى قادر على تأمين كافة مستلزمات الحياة الضرورية ل 1500 شخص لمدة أسبوعين كاملين دون الحاجة لأي إمدادات خارجية. بيتخزن فيه 250 ألف جالون وقود يقدروا يشغلوا بيهم كل المولدات الكهربية في حالة انقطاع التيار. يا ترى إيه قصة المبنى ده وإيه سر الفظاعة اللي هو فيها دي؟ المهندس اللي صممه اسمه جون كارل، وتم تصميمه لمواجهة أحمال عالية جدا وظروف صعبة جدا. أرضية المبنى بتشيل أحمال عالية بتوصل ل 1500 كيلو جرام على المتر المربع. فكرة تصميم المبنى هو الحماية من الأشعة النووية من الهجوم النووي اللي كان محتمل وقتها أثناء الحرب الباردة مع روسيا. المبنى اسمه Long Line Building أو مبنى الخطوط الطويلة، وهو المركز الرئيسي لخطوط الاتصالات الدولية وبوابة التبديل الرئيسية اللي بتوصل الولايات المتحدة بالعالم. سنة 97 حصل عطل بسيط في السيستم بتاع المبنى، انقطع الاتصال وقتها عن 5 مليون شخص في أمريكا. لك أن تتخيل لو أي عطل حصل النهاردة. المبنى فيه أجهزة مهمة جدا ومركز اتصالات هام بين أمريكا والعالم، وبيحتفظوا فيه بمعلومات ووثائق مهمة جدا، عشان كده لازم يكون محمي ضد أي هجوم نووي. رغم ان المبنى معتم جدا ومفهوش اي لمسات جمالية ولا اي اضاءة خارجية، الا انه قدر يلفت انتباه الناس واثار اعجاب مهندسين كتير.